سعيدين جدا في هذه المبادرة في المستشفى الجليل الذي ليس جمع فقط الناس اللي لهم علاقة في طاقم المستشفى وإنما الجالية الأهلنا في منطقة 48 من كل الطوائف الإسلامية والمسيحية والدرزية كل شعبنا في هذه المنطقة من أجل تعزيز أواصر العلاقة والترابط الموجودة أصلاً بين أطراف شعبنا. هذا بالإضافة إلى تعريف أهلنا في الداخل حول دور جامعة القدس وبرامجها والنشاطات التي تقوم بها. حقيقة يعني انبهرنا فيما رأيناه من خلال الكليات والجامعة والاستقبال والطلاب والجميع هنا، أنه نحن نعم نعتز بكوننا فلسطينيين ونعتز بأن نرى طلابنا في جامعتهم ونحن في بيتنا وبين أهلنا وفي جامعتنا، نعتبر القدس جامعة لنا أيضا لأن جامعة الشعب الفلسطيني بأسره أينما كان وأينما وجد، وهذا إذا دل على شيء يدل على التلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، التقدم العمراني، المواضيع اللي بتعلموها الإخوان سواء كان طب، وأنا فهمت من رئيس الجامعة أنه الموضوع الطبي يعلم، أول جامعة تعلم الطب في فلسطين هي جامعة القدس وهذه مفخرة لنا، رغم الحصار على جامعة القدس، رغم التضييق على جامعة القدس، رغم كل الحواجز الموجودة انطلقت جامعة القدس وها هي اليوم في القمة، فيها 12 ألف طالب، فيها مواضيع طبية، فيها مواضيع مرافقة طبية، فيها محاماة، فيها كل المواضيع.